السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل الشاورما السوري، أنضف من اللي برا وأحلى، وطريقة سهلة جدا ومقادير بسيطة جدا موجودة عندنا في البيت. تعالوا بقى نشوف الطريقة، بس ما تنسوش الاشتراك واللايك. هنجيب قطع الفراخ، هنغسلها كويس ونصفيها من المية، ممكن صدور ممكن وراك، انا بحب الوراك عشان بتبقى دسمة شوية. وهنجيب البهارات، عبارة عن قرفة، زنجبيل، فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، وملح، وخل، ونص ليمون. هنضيف البهارات كلها، نص ليمونة، وشوية خل صغير يعني نص معلقة كده، وممكن نضيف علبة زبادي. ده الملح، الزبادي بيسويها بسرعة وبيخليها طرية، بس انا حاليا ما عندي الزبادي. وبعدين انا عاملاها قبلها بيوم يعني، كده كده هتستوي يعني ان شاء الله. طبعا وهضيف هنا نص معلقة توم باودر، نسيت احطها في الاول. تقلب بقى كويس جدا وتتغطى بستريتش او تحط عليها طبق اي حاجة، وتتحط في التلاجة. انا عاملاها قبلها بيوم، ممكن تعمليها اقل وقت، تتعمل 2 ساعة قبل ما ودي هتكون مقاديرنا. دي الفراخ المتبلة، بصلتين متقطعين جوانح، فلفل الوان اصفر واحمر، وممكن فلفل رومي، زيت، وده فلفل حار اختياري، او ممكن هنزود شوية بهارات وشوية ملح. هنجيب صينية او طاسة كبيرة، هنحط الزيت ونحطها على النار. النار هنا عالية علشان الفراخ ما تنزلش مية كتير. هننزل بقطع الشاورما، هنحطها بطريقة يعني هنفرقها كده في الصينية علشان كل جزء يتحمر من تحت، يتشمع من تحت. النار برضو لسه عالية، مش هنقلب دلوقتي لما تتشمع من تحت، علشان ايه، ما نخليهاش نازل مية كتير وتنشف. نبتدي بقى نقلب، النار برضو لسه عالية. احنا هنعمل الأكلة دي كلها على نار عالية عشان نوطي خالص، لأن الفراخ متبلة كويس وهتستوي بسرعة، واخدة يعني واخدة مدة حلوة في التتبيل. أنا عاملاها من بالليل، نزلت شوية مية وشربتهم. كده هنحط البصل، حط بقى الفلفل،
والفلفل الحار. نقلب كمان. احنا بقى هنزود شوية ملح علشان الخضار اللي اتحط، وشوية بهارات، 7 بهارات، وبشرة جوز الطيب، بتدي طعم حلو قوي للحوم. انا بحب احطها في حاجات كتير. بس هنقلب بقى كده. لو بتحبوا الكزبرة الخضراء ممكن قبل ما تطفي البوتاجاز هتحطي شوية. هنا الشاورما جهزت. ده خيار مبشور، ودي التومية الطريقة على القناة هبحطها لكم، ودوت رقاق طري او عيش سوري الموجود تعملي بيه، بس الرقاق الطري بيدي طعم احلى. هنا هنفرد الرقاق الطري او العيش السوري، وهنحط الشاورما بالشكل ده بشكل طولي شوية. نسيب الجناب فاضية علشان هنقفله. هنحط بقى الخيار، ممكن خيار مخلل بس هنقلل الملح في الشاورما، وهنحط تومية 2 معلقة، هنلفه بقى بالطريقة دي، نقفل من الجناب علشان ما ينزلش منها زي ما بنلف ورق العنب كده. ماشي، تعالوا نشوف بقى واحد تاني. التومية انا عاملاها على القناة، هحط لكم الفيديو بتاعها في اخر الفيديو ده. طريقتها سهلة جدا برضو، عاملاها بالنشا مش بالبيض. هنعمل بقى الكمية كلها، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنجيب صينية ونحط فيها حتة زبدة، نوزعها كويس في الصينية. هنحط الشاورما يبقى المكان المفتوح من تحت. بس لما نقلبها بقى كده هتبقى اتلحمت خلاص، مش هتفك مننا وهي بتتاكل او وهي بتتقطع. هنعمل بقى الكمية كلها كده، وبكده يكون طبقنا جهز. كده انا قطعت الشاورما، ممكن تتقدم سليمة تلفيها بورق زبدة وتقدميها مع بطاطس محمرة وكاتشب ومايونيز او تومية او مخلل اللي يجي على بالك حطيه.
وبألف هنا وشفا عليكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك.